وتشتهر مدينة حما بالنواعير والتي تعود إلى عصر الآراميين، وهو ما جعل المؤرخين يطلقون عليها اسم مدينة النواعير بالإضافة لاسمها الآخر وهو مدينة أبي الفداء. وفقاً للسكان المحليين يشبهونه بفيل يعبر هذا الموقع، إنها معروفة بصخرة الفيل. عبر آلاف السنين استخدمت العديد من الآلات لقياس وتتبع الوقت، دورة صناعة الأفلام الوثائقية والهندسة الصوتية قريبا في مركز الرواد.